60% من اللي بيتفرجوا على القناة عندي مش مشتركين فيها أصلاً. دوس لايك وسبسكرايب يا عم، لو ما عجبكش الكلام تبقى تلغي الاشتراك بعدين. طيب يا جماعة، ايه الأخبار؟ الحلقة دي غريبة شوية، هدردش معاكم على حاجة بقت مؤخراً ظاهرة كده اسمها التناكة. التناكة في حاجات كتير قوي. أولاً لسه مخلص تصوير الإبيزا، وفي عربيات كتير قوي اقتصاديه جايه للقناه عشان اللي بيسال، في السي اليزي وفي الاريزو 5 كمان هعمل لها ريفيو، كذا عربيه جايه، والتراكو هسوقها برضو قريب قوي، كان في منكم كتير مستني التجربه دي، يعني عربيات كتير قوي. طيب التناكة دلوقتي، اللي فيكم يعرفني يعني، او انا ما بسوقش بالشويش خالص، مش سمعتي و مش متهور، في فرق كبير قوي، ما بسوقش بشويش بس مش متهور، ولكن ابقى مثلا حصل لي كده حاجه 6-7 مرات في اخر كام يوم، حاجه غريبه قوي بتتكرر كتير قوي. كنت راجع من السخنه، وطريق السخنه انا بجري فيه شويه، بس بجري في حارتي، الاقي لك مش عارف سي 300 كوبي جاي لازق قوي 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 ومقرب على الاخر، عدواني جدا، مش فاهم ليه الحقيقة. أنا ببقى ماشي بسرعة ومش قادر حتى يديني كلاكس ولا يديني أنوار ولا أي حاجة، هو بس بيثبت لك إن هو وحش، يعني وحش وبيعرف يسوق كويس وعنده فرامل وحاجات زي كده. طب لما أنا ببقى ماشي مثلا على 160-170 وهو أوكي برافو شاطر وعربيته جامدة قوي، هو أثبت إيه؟ أولا هو حط نفسه في خطر كبير قوي أنا وهو، لأن أنا لو مش باصص في المراية عادي، يعني لو ريحت على الفرامل هيلبس فيا على طول، مش هيلحق. واللي بيعملوا فيا كده عامة بتبقى حسب غزالتي انا الشخصيه، اعترف لكم يعني ساعات، اولا اول حاجه بعملها ان انا بفتح لهم السكه عشان تبقوا عارفين، بس لو حسيت ان هو عدواني بزياده ويعني حاسس ان هو جامد قوي، فبحب اقول له لا اعرف خصمك الاول، خليك ناصح، اعرف ايه اللي قصادك. فالسي 300 ده يعني اديته السكه بس ما عرفش يطلع خالص خالص يعني، وما اديتلوش السكه الحقيقه، هي فتحت فجوه كبيره قوي، ما اعرفش بتاعت 10 كيلو مثلا، ما علينا. وكده كتير قوي بتحصل لي كده كتير قوي، اخرهم النهارده وانا جاي بصور الابيزا في ابو رواش، فيها شيفروليه افيو لازق لازق لازقه غريبه، انا مش فاهم ليه يا عم العدوانيه، انا المنظر ده عدواني قوي، في اي حته في العالم اللي بيعمل كده ده يخش السجن، ما فيهاش كلام يعني، لو اتقفش السجن ملهاش كلام، السجن، لانه مفروض انت عايز تجري اجري براحتك، بس حافظ على مسافه امنه على الاقل، عشان لو انا فرملت او انا عملت اي حركه مفاجاه ما يبقاش فيها لبسه، واحنا كل مرورنا مبني على نظريه الكبس، بس على السرعه خطر جدا، عايز تجري عايز تتهور، بس خليك شويه مسؤول تجاه الناس اللي حواليك على الاقل في الشارع، ما تبقاش كلها ايه كبس. وسيراتو وام جي 6 عملت فيها كده برضو، ما اعرفش ليه كلهم بيقول لك عربيه مركبه شكمانات عيره ولا بتاع، ما اعرفش ايه اللي بيحصل، اول حاجه بدلهم السكه دايما، بس عاده خطيره قوي ما تعملوهاش، خطر خطر خطر، لان انت مش متخيل كميه الحوادث اللي شفتها قدام عيني من ناس بتسوق بالاسلوب ده، واحد اللي قدامه ما كانش مركز ورايح على الفرامل، بوم خلصت على كده، خلصت فيهاش كلام، يعني حادثه كبيره، وبالذات انها بتبقى دايما على سرعه، بيحب يعملوها على سرعه. اثبتت ايه يعني؟ ما اثبتتش حاجه. طيب نتكلم على المشاة. هتقول لي المشاة مظلومين، انا اكتر واحد مع المشاة في مصر، واكتر واحد بيتفقع لما اشوف المشاة يبقى فوق الكوبري وهو تحت الكوبري، ملوش حل، لو صغير ملوش حل خالص، يعني لا لا لا، عندك الكوبري يبقى تحتك او على مسافة 5 متر، ما تطلعوش ليه؟ ليه؟ ايه اللي استفدته؟ استفدت انت ايه بقى؟ ولا الهوا، عرضت نفسك لخطر، بالذات في مجموعة شوارع مصر الجديدة اللي بقت عريضة جدا، ومدينة نصر بقت رهيبة، يعني خطر فعلا. وتيجي بقى تلاقي الشباب، انا اي حد كبير في السن بيعدي على راسي من فوق خالص، وقفله تماما صفر وعديه، لكن لما يبقى شاب او شابة ولازم برضه يرد على التليفون وهو بيعدي الشارع، حد يشرح لي الظاهرة دي، وشوارع كلها مش عارف 18 حارة، ويعدي بمنتهى التناكة اللي في الدنيا. التناكة بتكسبك ايه؟ ايه اللي اثبته؟ ولا حاجة. طيب
نيجي على اللي في الشوارع الجانبية، شباب في شوارع جانبية بيفتكروا على طول لما يكونوا ماشيين مع بعض ده شارع بتاعهم. ترك علق نمر سعادته وبقى ماشي في نص الحارة بالظبط. برضو هو سعادتك انا عارف بقى ممكن رصيفي يبقى مكسر حالته وحشة وانا معاك في دي، بس ما تبقاش في نص الشارع، ما تبقاش بتحرق شوارع كاملة عشان انتوا عايزين تثبتوا نفسكم قدام العربيات. يعني اكيد هتخسر، وبعدين ما تمشي على جنب، تخلي الدنيا تمشي يا اخي. ليه ليه العكننة في كده؟ ايه نوع من التنكة السوداوية شوية، اللي هو ايه انا عايز اعكنن عليك شوية، عايز اقرفك شوية. انا ماشي يعني. ايه انا لما بمشي في الشارع على الاقل لازم ابقى قدوة لعيالي، اخد جنب، لو في رصيف هدور عليه، هدور عليه، وحتى لو فضلت طالع نازل الرصيف ده هعملها حتى لو مزعجة، لان ده الصح، صح ليك وللصح للي معاه ولكل حاجة. اخر حاجة بقى خالص هي العساكر اللي بيعدوا الناس، بيعدوهم في الاماكن بتاعتهم. طبعا مجهود جليل، بس دول ما خدوش اي تدريب في ازاي يعدوا الشارع، ودي واحدة من الحاجات اللي خطيرة جدا، ده تقصير كبير. يعني هو يقرر يلاقي هو معاه العصايه اللي منوره دي، يا ريتها منوره بس على الاقل لونها برتقالي كده فباينه، يروح مقرر يعدي ومعاه ايا كان اللي بيعدي. في الشوارع العريضه خطر، لازم هو كمان يظبط التوقيت بتاعه، مش عشان معاه العصايه يبقى العربيات هتقف، بتبقى ساعات مواقف مستحيله. وبعدين لما يعدي من قدام مثلا اتوبيس، فاهم، الواحد ما يشوفوش هو طالع من بعد الاتوبيس. هما كمان للاسف جزء منها ان هم ما خدوش اي نوع من التمرين على او التدريب يعدي الشارع ازاي. للاسف محتاجه شويه تدريب لما بيبقوا عدوا ناس، ما هياش بالبساطه، لان في ناس انا معايا البتاع دي هعدي بس. فالتناكر يا جماعه من الاخر كده ملخصها ايه؟ ما بتكسبش، تحرق الدم بس. خلاص يلا كفايه تناكر، سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.